أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يصدر بلاغا بتخفيض مخصصات البنزين والمازوت لسيارات الجهات العامة بنسبة 40%، ويبحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها. صحيفة بريطانية تكشف أوروبا ليست مستعدة للتخلي عن الغاز الروسي. أهلا بكم. أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغا طلب فيه من الجهات العامة تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية الحكومية مخصصة خدمة بنسبة 40% من الكميات المخصصة حاليا لكل سيارة ما عدا وسائط النقل الجماعي، وكذلك عدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة، باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك حتى نهاية العام الحالي. هذا وكان قد ناقش مجلس الوزراء آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة. وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها. إلى ذلك استعرض المجلس خطة تطوير منطقة الغاب والمشاريع الزراعية والصناعية وتأمين مدخلات الإنتاج محليا وإحلال بدائل المستوردات وزيادة الاهتمام بالتصنيع والتسويق الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية وخلق نشاطات مدرة للدخل. إلى ذلك درس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق عامل المنافسة وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية وتخفيض أسعارها. أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتعديل تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة لتصبح 300 ليرة للخطوط القصيرة لغاية 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس للراكب الواحد، و400 ليرة للخطوط الطويلة فوق 10 كيلومترات للباصات والميكروباصات السرافيس للراكب الواحد. وأوضحت اللجنة أن تعديل التعرفة تم بعد دراسة المسافات للخطوط إضافة لتقديم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس بطلب إلى المحافظة لزيادة التعرفة نظرا لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ومختلف المستلزمات من بطاريات وإطارات وتغيير الزيت وغير ذلك. وبيّنت اللجنة أنه خلال الأيام القادمة ستوزع اللصاق المحددة للتعرفة لتوضع على الزجاج الأمامي لوسيلة النقل بشكل ظاهر ومقروء للركاب، منوهة أنه يمكن تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه على الرقم 115 شكاوى فرع المرور. أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض أن الجهود تنصب على إمكانية إنشاء خط بحري يصل إلى روسيا وأوروبا ومصر وغيرها، ويجري التواصل مع وزارة النقل والجهات الأخرى لإنشاء هذا الخط لتسهيل العملية التصديرية. وأوضح فياض أن إنشاء الخط البحري سيحل مشكلة كبيرة ويختصر الوقت والتكاليف ويسهل وصول المنتجات السورية إلى وجهاتها الخارجية، وأنه حسب الوعود المقدمة ستكون هناك إجراءات على الأرض لدخول هذا الخط إلى الخدمة في القريب المنظور، وبهدف تذليل معوقات التصدير وتطوير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعملية التصديرية وتسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية ومعالجة العقبات التي تحول دون تنمية الصادرات. شكلت وزارة الاقتصاد لجنة للتدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، وهي ذات صلاحيات واسعة.
عالمياً، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن زيادة الدول الأوروبية لوارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 42% خلال الأشهر العشر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. بلغ حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا للدول الأوروبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 17 مليار و800 مليون متر مكعب، بما يمثل 16% من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحراً في الدول الأوروبية خلال الفترة المذكورة، فيما كان المشترون الرئيسيون هم بلجيكا وإسبانيا وهولندا وفرنسا. صحف أوروبية تداولت أن أوروبا تلقت ما يتجاوز 62 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب الغاز منذ بداية هذا العام، معتبرة أن هذه البيانات تؤكد أن أوروبا ليست مستعدة للتخلي تماماً عن الغاز الروسي رغم كل المحاولات السياسية للقيام بذلك. يأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست التي قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبات كبيرة في شتاء 2023-2024. يجب أن تكون أوروبا قادرة على التعاطي مع أزمة إمدادات الغاز بفضل الاحتياطات الكبيرة على الرغم من توقعات أزمة طاقة في الشتاء المقبل. توقعات تحسن الطلب على النفط الروسي ذكرتها أيضاً شركة ميرسك تينكرز، وذلك رغم تزايد العقوبات الغربية المفروضة والتي شملت خلال المرحلة الحالية دولاً غير الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيطبق حظراً على واردات الخام الروسية بدءاً من الخامس من كانون الأول ديسمبر المقبل، فيما يطبق الحظر على منتجات النفط الروسية اعتباراً من الخامس من شباط فبراير المقبل. ويذكر أنه من المرجح أن تعزز العقوبات الجديدة على شحنات النفط الروسية أسعار الناقلات المرتفعة بالفعل. في سياق آخر، ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومار توكايف إنشاء اتحاد غاز ثلاثي يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال المحادثات التي دارت في الكريملين. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الكازاخستانية إن المحادثات في الكريملين تضمنت تنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان وأوزبكستان، حيث أعرب الرئيسان توكايف وبوتين عن قناعتهما بضرورة إجراء مفاوضات مفصلة بمشاركة خبراء من الدول الثلاث من أجل إيجاد حل عقلاني لهذه القضية مع مراعاة مصالح الأطراف المعنية جميعها. ختاماً، قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته بعد وإنما ربما يرتفع بأكثر من المتوقع حالياً، ملمحة إلى سلسلة من زيادات معدلات الفائدة في المستقبل. لا أرى الاتجاه الذي سيقودني إلى الاعتقاد بأننا وصلنا إلى ذروة التضخم وأنه سينخفض قريباً. إن خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي ما زالوا يرون مخاطر صعودية واضحة، وعلى الرغم من أنني لا أريد الحديث كثيراً عن المستقبل، فأنا أعتقد بأننا سنتجه نحو زيادة معدلات الفائدة. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع الزميلة وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا بكم. مركز النخبة التعليمي يعد من أبرز المؤسسات والمراكز التعليمية في حلب خاصة وفي سوريا عموما، حيث ساهم عبر السنوات التي تلت تأسيسه في عام 2012 في رفد الجامعات السورية بنخبة من ألمع الطلاب والطالبات. تحت مسمى دفعة تحقيق الحلم، وللمرة التاسعة تحتفل أسرة النخبة التعليمية بتخريج دفعة من طلابها والتي أقيمت على مدى يومين
وصول الطلاب لهي المرحلة أكيد بده جهد كتير كبير من جميع الأطراف، طبعاً المدرسين وأهالي الطلاب وإدارة المدرسة والمعهد، يعني أكيد كلياتهم مع بعضهم عم تكافلوا بإيد واحدة لحتى يشكلوا كلمة أسرة. طبعاً إحنا كأسرة تعليمية بننتقي المدرس اللي بوصل للعلامة التامة، وهذا الشيء مهم، وننتقي الطالب اللي عنده حلم وعنده إرادة لحتى يصل، وآخر شيء نحن مع بعض كلياتنا بنوصل لأنه نكون رقم واحد على مستوى الجمهورية العربية السورية. طبعاً وهي السنة تم افتتاح أسرة النخبة التعليمية لمدارس النخبة اللي بتضم من صف السابع للبكالوريا، وقريباً راح تكون ابتدائي وروضة، راح يكون الطالب معنا من صف الروضة لصف البكالوريا. أكيد هالنجاح اللي وصلنا له أكيد مو بفضل بس الإدارة، أكيد الإدارة بدها دعم الأهالي وبنفس الوقت دعم الطلاب. الطلاب هن اللي تعبوا وسهروا إلى وصلوا للي هن فيهم، والحمد لله اللي وصلنا له بزيد على التكامل بين الإدارة وبين الأهالي. حفل هذا العام كان لتخريج أكثر من 400 طالب متفوق، منهم 250 طالبا في الكلية الطبية، فيما شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات التربوية والحزبية والمعلمين. وتخلل الحفل تقديم عروض فنية لفرقتيائي للمسرح الراقص. جمعت 240 من 240 البكالوريا. بحب أتشكر كل الناس اللي دعموني والناس اللي وقفوا معي. بحب أتشكر معهدي، معهد النخبة، لأنه ظل معنا وتابعنا وظل مذاكراته وتنظيمه والمشرفات ظلوا معنا لآخر لحظة. أستاذ فادي دائما كان يحكي لنا كلام مؤثر، هذا الكلام خلينا أنه نتذكر لحظة التكريم وأنه نحن رح نصير وهيك، فنحن خلينا يعني دفعنا ندرس. جمعت 238.2. الحمد لله وصلت لهم بفضل الله ودعم أهلي ودعم الأساتذة. كنت دائما أحاول أتابع مع المذاكرات بالمعهد. بتشكر معهد النخبة والأساتذة وبتشكر أهلي. جمعت 239.3. اللي ساعدني هو بيئة المعهد والمذاكرات ودعم أهلي لألي ورفقاتي. مؤخراً افتتحت أسرة النخبة مدارس نخبة حلب، والتي تضم المرحلة الإعدادية بدءاً من الصف السابع حتى المرحلة الثانوية البكالوريا، فيما يعمل القائمون على معهد الأسرة التعليمية على ديمومة التميز في كافة